الشيء اللي يلزمكم تعرفوه كون الاهتمامات بتاعنا، يا ريت لو كان ثم تسابق وفما تنافس بالنسبه للبنوك باش تقدم احسن عروض نتاع التمويل. الاهتمام بتاعنا دونك ماذا بينا اكثر فاكثر البنوك تشارك. والشيء اللي ممكن بلغنا السنة اللي كونوا بنك اسكان ممكن ماهوش باش يشارك السنة، وهذا شيء يعمل لنا حرج. علاش؟ خاطر اذا كان فما 50% من الباعثين العقاريين هما المولين من طرف بنك الاسكان، ووقت البنك الاسكان ما شاركش معناها الباعثين العقاريين ما يبقاوش دعم ادبي ودعم مادي بوجود البنك. كيف يلقى كيف الباعث العقاري يلقى حريف من التونسيين الخارج مستعد باش يشري مسكن وما يلقاش البنك اللي باش تمول على اي مكان، هذا ثم حرج. ثم بعض بلغنا كم بعض باعثين بعض حرفاء من التونسيين المقيمين بالخارج يقول لك انا نحب تمويل اسلامي. كيفاش احنا شنو الحرج اللي يجينا وقت احنا نقولوا له راهي بنك الزيتونه مع الاسف السنه ما شاركتش؟ وهذا من حقه اللي كان هو يحب صيرفه اسلاميه، من البديهي كون تكون بنك من البنوك نتاع التمويل الاسلامي متواجده. وحسب رايي انا الادخار نتاع التونسيين في الخارج شيء ضخم وشيء مهم. ما نشوفش علاش ما فماش عدة بنوك تونسية تكون متواجدة. اللي يحب فتح حساب جاري يلقى المجال مفتوح، اللي يحب يعمل دفتر ادخار يكون موجود، اللي يحب تمويل مسكن يكون موجود، حتى نساهموا في معناها ازدياد وفي تطور الادخار نتاع التونسيين في الخارج.